اخبار اليوم. وسيدس جاية عمرو حسام حارس المرمى هو اللي بيلعب الضربه الحره الغير مباشره، بيلعبها طويله على حدود المنطقه في منطقه الخطوره والتسديده. اوبا يا سلام يا سلام، احمد جمعه في ليله الجمعه بيسدد ويسجل هدف اول لاتحاد الشرطه. مش ممكن عمرو حسام من حارس المرمى في لمستين اتنين، في لمستين اتنين بيسجل اتحاد الشرطه الهدف الاول. ليه هدف اول لاتحاد الشرطه؟ هيحل اللقاء جدا، هيحمل اللقاء جدا جدا جدا. احمد جمعه بيسدد ويسجل. شوف اللعبه من البدايه، عمرو حسام حارس المرمى، وادي واحده طويله لمسه من انا بوكو على مره واحده بيسدد، ولسه بنتكلم عن الرقم القياسي في نظافه الشباك المسجل باسم عادل المأمور. 11 مباراه 954 دقيقه لم ينجح احمد الشناوي في الوصول الى هذا الرقم. شوف اللعبه، شوف التسديده، يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، هو ده الكلام، وهو ده الهدف الاول لاتحاد الشرطه. وادي مره تانية في منطقه الخطوره، عرضيه في منطقه الخطوره، ويطلع الدفاع لسه فيها كلام، وفرمان فرمان ضرب الجزاء. يا ترى هيقدر يرفع ولا ايه؟ هنشوف. باسم مرسي والاعصاب الفولاذيه وركله الجزاء، مواجهه فرديه لا تقبل القسم على اثنين. باسم مرسي في مواجهه فرديه مع عمرو حسام. باسم مرسي والهدف الاول، الهدف الاول لنادي الزمالك، عملها على الطريقه الالمانيه، ركله الجزاء على الطريقه الالمانيه اللي هو بيحط وش رجله في الكوره مهما كان حارس المرمى. باسم مرسي بيسجل الهدف الاول وهدف التعادل لنادي الزمالك، والهدف ال 12 ليه، عنده هدف في سموحه، هدفين في الرجاء، هدف في المصري، هدف في الجونه، هدف في النصر، هدف في امبي، في الاتحاد، في الرجاء، في المصري، في الاسيوطي. وحاجه جميله قوي، تعادل ايجابي 1-1، شفنا هدفين، شفنا فرص، شفنا محاولات هنا وهنا، شفنا طرد، شفنا اثاره كبيره جدا جدا. على طول مصطفى فتحي بيلعبها حلوه، حماده طلبه، ادي الساندا والعرضيه داخل منطقه الجزاء، ضربه الراس والهدف الثاني، الهدف الثاني ابراهيم صلاح. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، العرضيه على 100 والراسيه 100 100، والهدف يفرح الزملكاويه. ابراهيم عملها وكلمته قالها واحرز الهدف الثاني لنادي الزمالك. يا سلام، الرد جاء سريعا، الرد جاء سريعا. شوف اللعبه، شوف التمريره، وتقمص دور لاعب ايسر، اللاعب حماده طلبه، لاعب بيلعب بالقدم اليمنى ولكن تقمص دور الظهير الايسر على اعلى ما يكون، وضربه راس اكثر من رائعه عشان يجيب ابراهيم صلاح اول اهدافه هذا الموسم مع نادي الزمالك في الدوري الممتاز. هجمه سريعه للزمالك، ادي بقى الخطير النهارده احمد توفيق، عنده اكتر من دور، انطلاقه باسم من ناحيه الشمال، عرضيه خطيره جدا، ضربه الراس والثالث، الثالث خالد قمر، اؤمر يا قمر، امرك يمشي خالد قمر، قول له شكرا، قول له متشكرين على الهديه المجانيه، مفيش كلام، هديه مجانيه اديها له مدافع اتحاد الشرطه. عملت العرضيه حلو قوي، شوف اللعبه مره ثانيه، قول لحضراتكم باسم مرسي عملها عرضيه في منتهى الروعه، ولكن محمد بسيوني شوف هنا بقى اتردت الكوره، وادي التسديده، هدف اول لنادي هدف ثالث لنادي الزمالك، وهدف اول لخالد قمر. خالد قمر اول لمسه، يمكن خالد قمر بيسجل الهدف الثالث لنادي الزمالك. 3-1، 3 نادي الزمالك، 1 لنادي اتحاد الشرطه. الهدف ده هنا او هنا، ادي العرضيه، ضربه الراس، وكانه سمعني، وكانه سمعني محمد كوفي. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، هو ده الكلام يا كوفي، وهو ده الهدف الرابع لنادي الزمالك.
اتعملت حلوة قوي. محمد كوفي اللاعب البوركيني بيسجل هدف اول ليه هذا الموسم مع نادي الزمالك في الدوري الممتاز. ادي العرضيه وادي الراسيه وادي ضربه الراس، واحمد كمال مغطي التسلل. احمد كمال الباك الشمال مغطي التسلل، وادي كوفي عملها المره الاولى ما جاتش، عملها المره الثانيه صابت يا كوفي، مره تخيب ومره تصيب، وبيسجل نادي الزمالك هزيمه تاريخيه ويلحق هزيمه تاريخيه مع نادي اتحاد الشرطة. ما هل ممكن نشوف خامس ولا ايه؟ عمر 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 عرضية داخل منطقة الجزاء، عمرو حساب في منطقة الخطورة يجيبها مرة تانية، خالد قمر على شماله يسدد يخبط في كمال، لسه فيها كلام على حدود منطقة الجزاء، والكرة حائرة، الكرة حائرة، خالد قمر الله على ده هدف، الله على ده هدف. هل هلاله مرتين؟ هل هلالك مرتين يا خالد يا قمر؟ القمر بيطلع لنا مره واحده في اليوم، وانت بتطلع مرتين يا خالد يا قمر. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، وهو ده خالد قمر اللي احنا عارفينه، هو ده خالد قمر اللي احنا ياما ياما نشتنا وقلنا خالد قمر موجود في منتخب مصر، هو كان الامل. ولكن انطفأت الشعله قليلا، او هدأت الشعله ولم تنطفئ. خالد قمر يا سلام يا سلام على هدوء اعصابك يا خالد. خمسة خماسية زملكاوية في مرمى اتحاد الشرطة، مباراة تبقى للتاريخ للزملكاوية، مباراة للتاريخ للزملكاوية، مباراة تعلق في الاذهان.